وجه رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني الشكر للرئيس السيسي على مبادرته القيمة لقمة السلام، طالبا بحل سريع وداعم للقضية الفلسطينية. وخلال كلمته أمام قمة القاهرة للسلام، أكد الغزواني أن استمرار الوضع ينذر بفوضى عارمة بالمنطقة، مطالبا بضرورة إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني والوقوف الفوري لإطلاق النار. تقدم بداية بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته القيمة بالدعوة إلى هذه القمة استجابة للظرف الاستثنائي الذي يمر به قطاع غزة وانعكاساته الهدامة على المنطقة حالاً ومآلاً. إن الوضع الراهن في المنطقة كارثي بكل المقاييس، فما يتعرض له المدنيون العزل ينافي كل القيم والمبادئ ويصادم مرتكزات الوجدان البشري الفطري بما يشهده من تدمير وحصار وجرائم صارخة ضد الإنسانية